تعال ولا فرحان، خش ولا تعالى في ظهرك يا ماو. قبل ما تخش عرفت هتنور الكشاف ازاي؟ بقول الله اللي بقالك ظهريه يا ماو. ما قلت لك ما تقوليش يا ماو، ده انت بتكلم معزه. ماو ده ايه؟ يلا وافرد وش امك. ده انا مش فاهم مين اللي سماك فرحان. لا انا مش فاهم امك ازاي جالها قلب تسميك فرحان بالجمجمه دي. دي جمجمه فرحان؟ ده حسب نظريه لامبروزو دي جمجمه مجرم. يلا يلا عشان نشوف هنعمل ايه. انت حفظت كلمه السر الاول ولا لا؟ لا نسيتها. انا اجيب لامك كلمه سر اسهل من كده؟ ايه قلت لك مليون مره ركز معايا. انا هقول الدباجه بتاعت للسياح ان القراميط الاوائل كانوا بيحبوا الشمس قوي لدرجه انهم كانوا بيغنوا لها في الاعياد الشمس تجمعنا. اول ما تسمع كلمه الشمس تجمعنا تنور الكشاف. فهمت يا ماو؟ اول ما اسمع الشمس تجمعنا انور الكشاف. الله ينور عليك. فهمت بقى. في الغربه توجعنا عشان تبقى فاهم، وانا قايل لك الكلام ده مليون مره. اخش وبعدين ابقى اقول لك. عفوا وريني بقى، اطلع على السلم كده ونور الكشاف وريني هتعمل ايه. على مهلك. على ربنا يستر. انا مش مستريح لامك خالص ولا للطاية اللي انت لابسها دي. اهو لا ثبتها يلا على وش القرموطة عشان يبان تعمد الشمس. ثبت ثبته. في شمس بتتهز يا ابن الغبية؟ ثبت البتاع ده يلا كده. ثبتت؟ ايوه ثبتها بقى. بس كده اهو، ما تهزش ايدك كتير بقى. فهمت؟ فهمت يلا ولا ما فهمتش؟ فهمت يا مام. هو انا غبي؟ لا العفو غبي ايه؟ والله العظيم لو قالوا لاي رسام ارسم صورة الغباء من الخيال هتطلع صورة امك. المربوطة ويلكم ويلكم عزوز. يا اهلا وسهلا يا اهلا، منورين سقاره سيتي ومقبره القرموطي. مرحب مرحب. 100 نايت على الناس الرايت، يعني 100 مسا على الناس الكويسه. انجليز دول ولا منين؟ جايب لك فوق مخلط ايه؟ كوكتيل مخلط فخفخينا يعني. ايطاليا. ايطاليانو. يس. ما ويلكم ويلكم ايطاليانو. واتس يور نيم؟ ايو مكيامو روبرت دي فاسو. لا مش بقول لك عملت ايه، بقول لك اسم حضرتك. النيم نيم سينيور كارموتي. اسمي دي فاسو. دي فاسو. سي. اهلا وسهلا. كله من ايطاليا ولا ايه؟ برازيل. برازيليا. ويلكم ويلكم ان ايجي. واتس يور نيم؟ باولينو. باولينو. فاسو باولينو. انت جايبهم مراحيض يابا في ايه؟ ده برضه مقبره محترمه. اتفضلوا اهلا. نونشي تيمبو. محتاج اشوف تعامد شمس على وجه كارموتي الكبير. كل حاجه هتشوفها بميعادها. قبل ما تشوف تعامد الشمس بس هوريكم جداريه اثريه يرجع تاريخها لعصر القراميط الاوائل، بتاصل العلاقه ما بين جد الاول القرموطي الاول والجزمه مرعي بتاع الكلمه. دي مجنونه دي ولا ايه؟ مين دي؟ معرفش. تبع الفوق برضه. ويلكم ويلكم. واتس يور نيم؟ بربارة. بربارة. باولينو وفاسو وبربارة. هي كانت ناقصة البربارة دي. اتفضلوا اتفضلوا اهلا وسهلا. لا مش قدام الخواجات، ما ينفعش الكلام ده عزوز، يعني نفضح نفسنا. اتفضلوا اتفضلوا يا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. في شقة كارموتي ابارتمنتو، في مقبرة. لا اهدى شوية فاسو، مش أول ما نخش بقى كده. الله يخليك ما تشغلنيش. الله كل شوية هتسأل ولا إيه؟ اتفضلوا على المقبرة. اتفضلوا. اتفضلوا. فين كارموتي؟ ده دولاب ملابس. استغفر الله العظيم يا رب على الاسئله. اهدى شويه. اتفضلوا يا فنديه. واو انكريدبل. شفت بقى المفاجاه؟ عشان ما تقعدش تتكلم بقى كتير يا فاسو. دي الجداريه اللي قلت لكم عليها اللي بتاصل العلاقه ما بين القرموط الاول والمعفن المرعي بتاع الكلمه. ده اول توك توك في التاريخ عمله جدي القرموط الاول، وكان المرعي بتاع الكلمه بيقعد في الكرسي ده الوراني، ومع اول ملف كان بينط قبل ما يدفع الاجره. ومن هنا بدأت الجملة المشهورة اللي بيرددها سواق الميكروباصات لحد دلوقتي. نلم الأجرة من بعض يا فندية. أهي. لم الأجرة من بعض يا فندية قبل ما نطلع. كله مكتوب أهو. وده أول كليم اشتراه جدي من مرعي المعفن بتاع الكلمة. ودي أول كلمية كتبها جدي القرموط الأول للمعفن مرعي بتاع الكلمة. دي مش آثار. ده سيراميك ليزر كات بلاطة 60 في 60. دي فاسو فهمان. انت ايه شغال في سيراميكا ولا ما تهدى شويه يا عمنا؟ ما تهدى شويه. هو انت كل ما هتتكلم معاه اهدى شويه. دي نسخه مقلده مش دي النسخه الحقيقيه. النسخه الحقيقيه موجوده دلوقتي في متحف البلوفر في باريس. متحف اللوفر كرموتي. لا اقعد بقى كل كلمه خش لي ونط في بقي. مش هينفع الكلام ده. ما هو باولو قاعد ساكت، اشمعنى فاسو اللي بيتكلم؟ اتفضل اتفضل اتفضل. معلش الدنيا هنا ضلمه شويه عشان احنا 3000 متر تحت سطح الارض. 3000 نونشي كريدو كارموتي، احنا نزلنا سلمه واحد. انا مش هرد عليك يا فاسو. تعالوا عشان اوريكم تعامد الشمس. هنور دلوقتي يا ماو.
اهدى يا جزمة. ها أنتم الآن وجها لوجه أمام الأراميط الأوائل. أنا عايز تعامد شمس كرموتي. الساعة كم معاك يا فس؟ 8:59. الساعة 9 هتشوف تعامد الشمس. جدود الأراميط الأوائل كان من كتر حبهم في الشمس كانوا بيغنوا لها في الأعياد الشمس تجمعنا. أمك جدت أهلك. جدودي الأراميط الأوائل من كتر حبهم في الشمس كانوا دايما يغنوا الشمس تجمعنا. والغربة توجعنا نبعد ترجعنا. هغني الأغنية كلها يا ابن الجزمة. اصبر عليها يا ميو، الشمس معلقة. ما أنا عارف إن الدنيا هتبوظ. ها هي الشمس، ثبت الشمس. ها هي الشمس، ثبت ثبت. معلش الشمس بتتهز عندنا. هللويا هللويا. ايه رأيك؟ تعامد شمس على وجه كرموتي. يس. كدابيسيمو سنيور كرموتي. ده مش ضوء شمس، ده ضوء سبوت. لحد هنا وظبطت بقى. لأن أنا شايل في قلبي منك من صباحية ربنا. مش كل كلمة تنط تبق فيها وأخ فس. نهدى شوية بقى عشان نعدي اليوم ده على خير. اتفضلوا عشان أوريكم معجزة من معجزات الدنيا السبعة من جد القرموط الأول. عامل تمثال، رأسه رأس بطريق وجسمه جسم كلب بحر. اتفضلوا. أهلا وسهلا بيكم. يلا انزلوا انزلوا. هاي 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 واخد انت الموزه وسايبني مع العواجيز. انبر انبر فوق امها. تعالي يا ام فخاد، انت تعالي جنب كده عشان هات ام ورانا بقى. يلا. اللغه الهيروغليفيه هي لغه المصري القديم، ولحد دلوقتي المصريين بيستخدموا اللغه دي في حياتهم اليوميه. يعني مثلا كلمه تاتا، تاتا خط العتبه، تاتا يعني امشي. الفول المدمس، الفول المدمس اصلها الهيروغليفي المتمس. بصاره، بصاره اصلها بالهيروغليفي بصاروه. يا عم فول ايه وبصاره ايه؟ انت هتفضحنا في وسط الاجانب يا عم. فول المصري القديم والاراميط الاوائل كانوا بياكلوا الجمبري، الاكله الشعبيه بتاعتهم كانت الجمبري. اتفضلوا اوريكم جداريه الجمبري. الجمبريه يا قد كده. انت ايه اللي جاب امك معايا؟ مش اتفضلوا تعالوا. يلا يا ميو. ركزوا معايا، ركز يا شيخ العرب. بصوا بقى، الهرم ده الهرم الوسطاني اللي هو هرم خفرع، وكان كله من فوق لتحته مكسب الحجر. فين هرم مدرج ابو ست مصاط بكرموتي؟ غفر الله العظيم يا رب. وبعدين في القطعات اللي بتقطع يا عم، هرم ايه ابو ست مصاط؟ ما كانوش ست مصاط، هم كانوا 12 مصطبه. لا ستة كرموتي. لا 12 مصطبه. وجد القرموط الاولاني اتخانق مع رئيس حي منفي اول، قام عامل له ازاله للست مصاط اللي فوق، وفضلوا ست مصاط. ما تقعدش تشتغل كرموتي، هم ست مصاط بس كرموتي. وبعدين بطل جهل بقى كرموتي. انا اعرف تاريخ فراعنه احسن منك. اسمه هرم زوسا وست مصاطب، وبناها الطبيب والمهندس المصري أمحطب. ما خلي أمحطب ينفعك، علشان أنا قلت مليون مرة أنا مش فاهم إيه اللي جابك مع أمك. أجيب أمك يا ماو. تعالي يا قشقة. الأرض اللي هناك ديت اللي كان جدي بيلعب فيها بينج بونج. بينج بونج؟ هو كان في كرة بينج بونج زمان؟ أنا اتسألت أسئلة لو في ثانوية عامة ما تسألهاش. انت متاكد انه ايطالي؟ اهدى عليا شويه. عايز دليل كرموتي. الكره اللي كان بيتلعب بيها البينج بونج معايا جايبها لك عشان عارف اسئله امك. سون الاوفو يعني بالعربي بيضه. بيضه بقى. انا كان جدي بيلعب بالبيضه والحجر. عايز حاجه؟ انا مش فاهمك، انا مش فاهمك جايبه لي منين. يا ليله سوده. امال ايه عزوز دي؟ شطه السياحه جايه تجري علينا. القرموطي اهو. قرموطي لم منهم الفلوس على بال ما ارجع لك. خمسه كده وجاي. ها اوعى مش امك. اوعى اخدتكوا. معقول برضه يا باشا؟ هتصدق شويه عيال بيلعبوا على الفيسبوك ما وراهمش حاجه غير التشويه ده؟ بدل سعادتك ما تشكرني على الـ2000 حته اثار اللي أنا بجمعهم من متاحف العالم عشان أرجعهم لمصر. لا يا باشا، اطمن وثق فيا قوي يا باشا. ألف سلام. سلام. أنا فتحت لكم المقبرة زي ما طلبتوا مني، وعملت كل اللي أنتوا عايزينه. أظن أنا كده تمام.
هتتدفن هنا يا شكري. ليه؟ أنا نفذت كل اللي اتفقنا عليه. فتحت لكم المقبرة عشان تحطوا الحاجة بتاعتكم فيه. بس الاتفاق بينا إن ده كان يفضل سر، وأنت ما حافظتش على السر. أنا ما قلتش لحد. أمال كنت بتكلم مريم جمال ليه المعدة بتاعت برنامج كشف المستور؟ أنا ما أعرفش حد بالاسم ده. صح. بأمارة ما قابلتها امبارح في كافيه في الشيخ زايد من الساعة 10 الصبح للساعة 12 الظهر. انت لو فكرت تخلص مني هتروح في 60 داهية، لاني هقول على كل حاجة. واحنا معقول برضو احنا نأذيك بنفسنا؟ احنا مش هنعمل حاجة. كل الحكاية ان انت اثناء تأدية وظيفتك وانت في مكان عملك وقعت عليك صخرة قصت عليك. الله يرحمه كان طيب. هاتولي بنت الكلب دي وحد يشيل الأثاث دي يحطها في العربية. الكاميرا الدغدغي الرومانسي ده قطته جنن. دي زميله هربانه ولا ايه؟ شفتك مرشده سياحيه وهربانه برضه من شرطه السياحه. دي الحاجه اللي كانت معاه. آخر ثلاث مكالمات اتصل بيهم اتصل بمريم جمال. أنا مش فاهم شرطة السياحة عايزة مننا إيه بالظبط والله. مبوظين علينا الدنيا كده ومقسمها علينا والله. في حاجة ولا إيه؟ اطلع على طول بعد إذنك. حاضر، أنت رايحة فين بالظبط؟ اطلع على طول وهقول لك. اسكت شوية. بس هنا على جنب. شكراً. أي خدمة بقى حضرتك عايزاها بس اتصلي بقرمط يعني كل حاجة. وده عايزة اديكي بقى حاجة بسيطة كده، دي هدية للقرموط الصغير من العصر الصغير. طيب شكرا. وهدية هدية بقى من القرموط الكبير اللي هو في العصر الكبير، يعني ده العصر الكبير الأولاني وده العصر الصغير الأولاني. متشكرة جدا. استني خدي بس، انت مستعجلة على ايه؟ كارت بتاع القرموطي ده للإرشاد السياحي، أي وفد سياحي معاكي كمرشدة عايزة تكبل هنعمل معاهم آخر وجه. لا كارت واحد بس عشان الكارت ده برضه محتاج. وهتلاقي النمره سهله جدا وفي اي وقت تتصلي بيا يا ست هاني. ممكن انزل بقى؟ اتفضلي يا ست هاني مع الف سلامه. اي وفد سياحي اي خلي بالك من التماثيل عشان دول ما بديهمش لاي حد. اتفضل. ما بديهمش لاي حد، دول بديهم للناس المحترمه. فتخلي بالك منهم وتحطيهم في عينيك عشان دول مش اي كلام. برضه تليفونه مقفول. سيبك بقى من التليفون وركزي معايا. شوفي انا كاتبه ايه لحلقه بكره. اسمعي. الحق اقول العبث اليوم هو المعقول. انها قمه العبث ان يكون رئيس جمعيه مكافحه سرقه الاثار هو نفسه من يتورط في جريمه دفن الاثار اليهوديه داخل مقابر عمال الاهرام ليثبتوا ان اليهود شاركوا في بنائها. ما نملكه من دلائل يجعل الأجهزة الأمنية تتحرك فورا للقبض على هذا المجرم. إيه؟ ما بتتحركيش ليه؟ مش عاجبك؟ يا ست أنا سامعة أصلا أنت بتقولي إيه؟ يا غدا افهمي، لا هيبقى في حلقة ولا هيبقى في برنامج لو ما لقيناش الكاميرا. يا بنتي ما تقلقيش، هيفتح تليفونه وهنلاقي الكاميرا. قولي لي بس، أنت صورتيهم وهم بيحطوا الآثار اليهودية؟ صورتهم. وصورتهم وهم بيقتلوا شكري. يا نهار أسود، هم قتلوا شكري نصار موظف هيئة الآثار؟ هو ده اللي انا عايزه اقوله لك من الصبح وانت مش مركزه معايا. خلصوا منه لما عرفوا ان اتفق معايا. غاده
انا خايفه قوي. ما تيجي نبلغ البوليس ونخلص من الموضوع ده. يا بنتي لو بلغنا البوليس من غير اي دليل ملهاش اي تلاتة لازمه. احنا لازم نلاقي الكاميرا الاول، ساعتها بقى الاجهزه المختصه هيعرفوا الحقيقه من البرنامج بتاعي على الهوا. احنا نعمل حلقه تكسر الدنيا. ازيك يا عزوز؟ ازيك يا عم قرموط؟ كويس اني لقيتك شايب. ايه ده؟ ارنب على الموبايل؟ هتقعد تتريق بقى؟ ما بحبش اشحن الموبايل. طب ولما يفصل شاحن بتعمل ايه؟ باكله جزر. عايز مني ايه بقى بالصلاه على النبي؟ عايز ايه يا عزوز؟ مش كفايه المصيبه اللي عملتها في الموبايل؟ ايه عملت ايه؟ جوجل اللي انت منزله لي عايزك تمسحه وتنزل لي جوجل جديد عشان شكله بايظ. ليه بايظ ليه؟ يا ابن الناس انت مش قايل لي لو انت عاوز اي حاجه في الدنيا مش لاقيها هات جوجل واكتب في بحث هي تجيبها لك على طول؟ اه. طيب انا بقى لي 3 ساعات بقول له فين الجلابيه الزيتي بيكتب لي لا توجد معلومات، مش فاهم ايه بقى الموضوع. جوجل ده لو عايز تعرف اي مكان اي عنوان بتاع. والله العظيم؟ اه. يعني ملوش في الجلاليب ولا لا حاجة. ولا ليه جلاليب زيتي ولا بتاع. نهار اسود ده احنا شكلنا كده قدام الخواجه بقى عره قوي. يالا لا والله. طب وبعدين عشان ما حدش يساع. طب بص كده من غير ما حد يهرش اكتب له هنا لقينا الجلابيه. طب حلو بس سريع كده. المستور البرنامج الاكثر جدلا يناقش اهم القضايا. كشف المستور من خلف وضع الآثار اليهودية. حد يجي في التلفزيون ده عشان الولية ديت لا بحبها ولا بحب اسمع صوتها ولا بحب اشوف شكلها. ولية بومة كل شوية بتتكلم عن الآثار وما يجي الحكومة علينا ومبوظه علينا شغلنا. تعالى اقعد اقفل التلفزيون ده بدل ما نجيبه لكم نصين. انت عارف القرموطة في عصبيته مش عايز حد يضايقك. مش كل شوية بقى الوان. سيبك بقى عن التلفزيون بقى. منسي قلب عليك الدنيا وخالف يحط عليه. يحط على مين هو ده؟ عشان الحاجات اللي انت كتبتها يعني على عيلة مرعي. انت عبيط ياد ولا ايه؟ انت ازاي تتجرأ وتقول كلام زي ده القرمه؟ منسي ده كذاب وبطنه فاضيه وبيتعشى كوسة نية وغايته انه ما يقدرش يقول الكلام ده الا في ظهري. لكن لا يجرؤ لا يجرؤ يقولها لي وش في وش كده فيس تو فيس. عربوطي يظهر هيقولها فيس تو فيس. اسمع عربوطي الكلام التافه اللي انت لازم عندك في بيتك يا تشيلو يا تشيلو. انا بعرفتي والكاميرا اللي انت خدتها يا تدفع قسطها يا تركها. والا قسما بالله قسما بالله قسما بالله امحيك من على وش الارض. الولا العبيط ده كان بيكلم مين؟ كان بيكلمنا انا. وانت ازاي تسمح لنفسك لو انت قاعد جنب ارمط انه يجي واحد زي ده يهزقك ويمرمط بكرامتك الارض كده قدام القهوه وانت تبقى ساكت؟ وماله وماله عشان ما تعرنيش وممشي من هنا. على فكره عم قرموطي كان بيكلمك انت. بيكلم مين؟ انت عزوز. عشان ما يحصلش حظر تجول في المنطقه هسالك اخر مره يا عزوز. منسي لما قال حولع بيتك يا قرموطي كان يقصدني انا؟ ايوه كان يقصدك انت. هتولع دلوقتي المنطقه دي هتولع دلوقتي وهتشوفوا كلكم منسي اللي عامل الثقر المهيمن في المنطقه وهو بيتبهدل من القرموطي. ما دام انتوا عايزينها تولع وانت عايزها تولع اقسم برب العزه هتولع دلوقتي يا عزوز. انما كده هنقعد. هو مشي منين؟ مشي كده. ماشي خد مشي كده. امن بالله يا عزوز انت عايز تولع المنطقه. ايه رايك بقى ان انا هروح دلوقتي المنسي واقول له ان الكاميرا بتاعتك اتهرست واتفرمت تحت ترميل على العربيه؟ ايه رايك؟ واللي عايز يجي يشوف منسي وهو بيتبهدل يجي ورايا. ما بلاش. هتشوف الذكر المهم بتاع المنطقه هيتعمل فيه. بلاش. سيبني بقى الموضوع كده خلص خلاص يا عزوز عشان منسي زاد وطغى وكبر. الله 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 الله. ايه في ايه؟ جايين ورايا ليه؟ انتوا عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط ولا انتوا عايزين تشوفوه وهو بيتبهدل؟ اه. يعني عايزين تشوفوا منسي وهو بيتقطع يعني؟ اه. قول لكم اتفقتوا على كده اول مره اشوفكم بتتحدوا على كلمه واحده. سفخس عليكم. هتولع النهارده. لمي حاجتك واخلعي دلوقتي يا حاكم علشان المنطقه دي هتقلب حرب كرموز. وسامير قراره جاي ورايا علشان الولا منسي ده بقى مغلول وبقى محكوم الشرطه وبقى عامل زي الزينه ديكور. وهو ده بيت منسي. اه. مش ده بيت منسي برضو؟ اه. ده منسي. ده منسي. لا مش عايز يطلع هو خايف يطلع يا جماعه. انت بتوحشه. ايه ده؟ يا حول الله احنا جينا قدام الاستقبال بتاع القصر العيني ولا ايه؟ ايه يا ابني مالك وايه الشبشب اللي تحت؟ انت طالع من الدرس؟ الزار كان عنده حصه شباشب ولا ايه؟ يلا بقى بينا فندان سيبر. مين اللي شلفطك كده يا ابني؟ منسي. منسي مين؟ منسي 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 اللي شلفطك كده؟ حاسس ان داخلين على ايام سودا. يا حول الله الواد بيترعش هيموت يا جماعه. يلا يا جماعه عشان نسيب الواد يموت براحته. يلا سلام عليكم بقى. يلا جبت الكاميرا يا هرموطي؟
نص ساعة وتكون الكاميرا عندك. نعم. خمس دقايق يعني انت هتصور بيها دلوقتي؟ ما فيهاش حاجة. يا فندية في ايه؟ مش عايز